السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج الإيه على الهواء، معكم من القاهرة مباشرة حسين الإمام، وأرقام التليفونات عندكم على الشاشة، منتظرين اتصالاتكم. معنا اليوم ضيف كبير، فنان كبير، عشرة قديمة معاه من خلال السينما والمسرح والتلفزيون، منفرد بطريقة أداء محدش قالها غيره، الفنان الكبير سيد زيان. الفنان الكبير سيد زيان. اهلا بيك يا استاذ سيد. وقبل اي شيء انا شخصيا عايز اعرف ايه حكايه طريقه الكلام دي واستاذ سيد دول. استاذ ده واحد صاحبي. ايوه اسمه رأفت احمد. اه رأفت يتكلم عادي جدا، يجي عند السين يولد. يعني يقول لك انا رحت امبارح ما لقيتش حد، وبعدين قابلنا واحد في الكشك بقول له سلام 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 عليكم. يجي عند السين ويولد زي اوف اللي عملته في حماشي عكاشه. كان مكواجي قال لي هنا يا معلم انت رحت امبارح يا ليش يا فخانه. كان الشخصيات دي لما انت تقعد ايه تتنقل ما بينها دي لوحدها متعه. احنا النهارده هنتناقش موضوع مهم قوي، هو مثل شعبي بيقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. بالظبط، وفعلا معانا اتصالات كتيره في الكنترول روم. الناس اهي الكنترول روم هتنفجر من الاتصالات. هناخد اول اتصال واوعدكم هناخد كل تليفوناتكم. الو، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سيد؟ الله يخليك. منور والله. هو انت معاك حسني خليل من المنصوره. ازيك يا حسني؟ الحمد لله. سلم على المنصوره كلها. الله يخليك يا استاذ سيد. بمناسبه اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ايوه. الولاد عندي كان نفسهم في قطه يلعبوا بيها في البيت، ووالدتهم كانت رافضه الموضوع ده تماما لانها خايفه لحسن القطه تخربش الولاد. مش هطول عليكم، اقنعتها تجيب القطه، والقطه بقى لها النهارده معانا 10 ايام لا خربشت العيال ولا عضتهم، وده تاكيد لمقوله اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. فعلا ليك حق، انا يعني سمعت قصص كتيره، دي فعلا انسب قصه توافق الموضوع اللي بنتكلم فيه. احنا معانا على فكره رساله بالصوت والصوره، تعال نشوف الرساله وبعدين نستأنف حديثنا مع الفنان الكبير سيد زيان. سيد زيان ده اول حب في حياتي، اهلي فرقوا بينا، كانوا عاوزين يجوزوني للدكتور، لكن انا لحد النهارده مش قادر انسى حبه، وما ظنيش ان هو كمان يقدر ينسيني، لان الحب الاول مش ممكن يتنسي ابدا. انا اتأثرت فعلا يا استاذ سيد. ايه الحكايه دي ومن حق الجمهور انه يعرفها؟ ايه الولاد يا راجل مع البوم صور تقول كانوا عايزين يجوزوني للدكتور. دكتور يعالجها. دكتور ايه؟ ايه ده يا راجل؟ طيب اول حب، انا لو ابتديت باول حب كده هيبقى اخر حب، مش اول. اول واخر حب. معقوله كده بتعملوا فينا كده؟ الحديث عن اول حب للاستاذ سيد زيان بعد العوده من الفاصل. ايه الحكايه دي؟ لا قول لنا بجد ايه حكايه الست دي؟ زميله ايه طيب دي؟ ايه يا جماعه؟ ايه في ايه؟ يا استاذ حسين ايه في ايه؟ ده كل شيء متسيطر عليه. يعني ايه؟ شويه بارود في شنك كده انفجر غلط. وايه اللي يجيب بارود في شنك في الاستوديو؟ ما هو دول بتوع الاستاذ زجير جايبهم مشاورينهم هنا عشان الفيلم بتاعه. طب وانا مالي واحنا هنا مخزن؟ وايه ده؟ ده بارود حقيقي بس منزوع. يا سلام. ما تخافش، ده قبل ما ينفجر بيطلع منه دخان، متأمن يعني. طب ما مطلعش دخان ولا حاجه، هيطلع دخان يعني؟ لا لا لا، ساعة ما قبل ما يجي ينفجر بيطلع دخان. خلاص اذا كان كده اوكي. ماشي. اوكي يلا يلا. يومك بتفرقع كل يوم وهتبهدل اعصابنا. جاهز يا استاذ؟ جاهز.
السيدات والسادة، عدنا مرة أخرى بعد الفاصل ونستأنف حديثنا مع الفنان الكبير سيد زيان وناخد أول اتصال. أهلا وسهلا، برنامج قال إيه على الهوى. أيوة فندم. تحية كبيرة للفنان الكبير سيد زيان. أهلا وسهلا. بمناسبة اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، من كم يوم بعت أولادي للحلاق يحلق لهم، وكنت خايفة يحلق لهم وحش، بس الحلاقة بتاعته طلعت مش بطالة الحمد لله. فقلت لنفسي اللي تخافي منه ما يجيش أحسن منه. عند حضرتك حق، أنا مرة كان عندي يوم الخميس اللي فات أوردر بدري، كنت خايف ما أصحاش بدري والحمد لله صحيت بدري. اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يا ترى بقى لو طلبت من الأستاذ سيد يقول لي موال من مواويله، هل يرفض طلبي؟ لا يمكن نرفض طلبكم هذا، وأنا جهز له أهو. شكرا. وهنسمع حاجة. محمود إبراهيم، حدائق القبة، القاهرة. دي كانت التقرير، ودلوقتي نسمع النشره الجويه. الاستوديو ده فيه حاجه. طب نسمع، نسمع الناس الموال، نسمع حته صغيره من الموال. ترام ترارارام. انت مين انت مين؟ لا 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 لا. انت مين يلا انا مش عارفك؟ انت مين؟ اني قريبك واهلك ونسيبك، ارضى بمجسم لك ونصيبك، وازاي تسيبني وانا سيبك؟ واذا كنت مسافر خدني معاك، خدني معاك. يابا يا خال. استاذ سيد، ايه اكتر موقف كوميدي ده؟ ايه اكتر موقف كوميدي تعرضت له على المسرح؟ هو ده. ايه البرنامج ده؟ مفيش حاجة. انا فاهم. طيب معانا اتصال. اهلا وسهلا، معانا اتصال. مساء الخير يا استاذ حسين. يا اهلا وسهلا. ممكن اكلم الاستاذ سيد؟ اه استاذ سيد معاك اهو. استاذ سيد، ازاي حضرتك؟ اهلا. على فكره انا من اشد المعجبين بحضرتك وفنك. وانا وحضرتك على فكره نجمي المفضل. يا ساتر. بتابع اخبارك الفنيه اول باول. انت مع كل الاخبار عنك في الجرايد والمجلات. والله انت شايفاني؟ وعندي على فكره مكتبه في البيت فيها شرايط فيديو لكل اعمالك. الله يعلمك. عايز اعرف من حضرتك، يا ترى ايه اخر اعمالك الفنيه؟ دي الورطه اللي انا فيها دي. والنبي شوفي اخبار اللي احنا فيه الاول. من فضلك جاوبني. والنبي الله يعمر بيتك. استاذ سيد، نقول الموال بقى. كنت عارفه ان حضرتك متعصب. نقول الموال. هنقول الموال يا استاذ سيد. استاذ سيد اهو معاك. اهو يلا تقول الموال مع بعض. موال. اهو انا معاك. موال. قطع خلفي. موال اسمه قطع خلفي. يلا بجد نغني مع بعض. نغني يا حسين. يلا. أمانة يا طيرة تطيري على المنصورة، وتطيري بكل أمان، وإن كانت الدنيا تلاهي. اللي يغني جفو زي ده ياخد مكافأة. أمانة يا طيرة تطيري على المنصورة، وتطيري بكل أمان، المنصورة أمانة. بقول لك يا حسين، أعصاب حديد ما شاء الله. أستاذ سيد زيان، أنا بغني من الخوف. أعصاب حديد فعلا. لا من الخوف والله. والله أعصاب حديد فعلا، ولازم نعرف الأعصاب الحديد دي جت منين. يعني أكتر موقف كوميدي تعرضت له على خشبة المسرح كان إيه؟ ده أنا مش متخيل. أنا فاكر يعني انت لابس شوف مذيع محترم. ايوه. وقاعده محترمه. ايوه ارجوك، ده برنامج محترم وديكور معمول بالوان جميله. ايوه انا فاهم ان هنتكلم كلام كبير. ما احنا اتكلمنا كلام كبير. ده لا ده انا شفت دخان كبير. في حاجه هتخب. لا لا والله العظيم والله هنا هتفرقع انت. اه كلنا حواليك يا البارود. يا راجل انا فاهم انها قاعده محترمه.